بكم أعزائي المشاهدين، تتابعون معنا حلقة جديدة من برنامج عبر الخط الأخضر. من هنا من الداخل أعد مراسلون عددا من التقارير، نبدأها بسيرة شخص يعيش بين القسوة والرقة، بين الألوان والدم، بين السكين والريشة. إنه الفنان الجزار عامر عواد وقصة الزميلة غادة أسعد. غادته صعوبة الحياة للعمل في ملحمة في بلدته طمرة الجليلية. عامر عواد تنازل رغماً عنه عن دراسته، لكنه أبداً لم يتنازل عن حبه للرسم، فاختار أن يحول الملحمة إلى مرسم أيضاً، وبهذا يضمن قوت يومه ويهنأ باستعمال ريشته ونقش لوحاته، لكن يضطر مرغماً أن يتوقف لبعض الوقت لكي يرحب بزبائنه الذين يقصدون الملحمة. الحقيقة هو هذا الشاب عامر ابن أخوي، والله أعطاه موهبة الرسم وبيحب يرسم، وفنان الحقيقة، يعني بيش بحط إيده أي ريشة أي قلم بيعطي إشي منيح منتج، ولكن الظروف المادية والأوضاع اللي هو فيها ما بتساعدش إنه هو يتفرغ لهذا الموضوع الرسم والفن، لأنه وسطنا العربي مش كثير بحب يعني هذا الموضوع الفن والرسم اللي يترزق ويعيش منه، لذلك اضطر انه يتبع مهنة اللحام وبيبيع لحم وعنده دكانة لحم. لم يكن من السهل على عامر أن يتنقل بين الريشة وما تعنيه من نعومة وما تمنحه من هدوء للفنان، وبين السكينة التي يفرم بها قطع اللحم على تلك الأداة القادرة على تقطيع الأوصال. هي بالنسبة لصاحب الملحمة عادة ألفها، وصارت بالنسبة له نهجاً يعيش معه، لكنه لا يعيش من أجله، فللفن المكان الأول والأخير في قلبه، ويطمح إلى مواصلة المشوار واختراق الأبواب الموصدة. بحس إنه لما بمسك السكينة شوي صعب علي، لأنه حابب إنه أكون رسام، ولكن في إحنا في حياتنا ما فيش تقدير وفيش إنه يقيموني كفنان، إنه أكون فنان عظيم وفنان إلي قيمتي في المجتمع، فلذلك إنه اللي أنا بعيش منه هو السكينة واللحمة، ولكن من ناحية ثانية الرسم هو الصديق وغذاء الروح اللي أنا غادر أمشي معه وأعيش يوميا في هذا الشيء في هذا الاتجاه. عامر عواد واحد من الفنانين الفلسطينيين الذين كافحوا ولا يزالون من أجل أن تصل لوحاتهم إلى الناس، وإن كان كثيرون ممن حوله يقدرون أعماله ويرون فيه فناناً يستحق التقدير، إلا أنهم يأملون أن يحصل الفنان على مقابل لأعماله، كأن تباع ويتناقلها الناس، أو على الأقل أن يصنف بين المبدعين. حسب رأيي لا، مش ماخد حقه بمجتمعنا اللي احنا موجودين فيه. بعتقدش انه ماخد حقه كيف ما لازم بالفن، لانه احنا مجتمعنا انه شو الفن عنا زي ما تقول مفيش له قيمة، انه هو دايما باخر اخر اشي. البيع قليل جدا، يعني لو عرض لوحة إشي ما في هناك ناس اللي يشتروا ويأخذوها ويقدروها، هو بتبرع للمدارس، هو اللوحة في مطعم في مدرسة في مؤسسة في المركز الثقافي المركز التربوي، وبتبرع فيه تبرع الحقيقة، أما مشترى مع الله ما حدا بيشتري.
إذن لعلهما عالمان متباعدان جدا، ولكن قد نجد قواسم مشتركة بينهما كاللون الأحمر ولون الدم، أو كمضاء السكين والريشة ولو مجازا، وبياض اللوحة والمفرمة. ونحن إلى هنا ننتقل إلى قضية أخرى. دعوني بداية أرحب بضيفنا لهذه الحلقة السيد المزارع عبد المنعم دراوشي. أهلا بك سيد عبد المنعم. أهلا بك. دعنا بداية نشاهد هذا التقرير ومن ثم نعود إلى الحوار إليك. المزارع العربي في الداخل يعاني مرتين، مرة من مصادرة الأراضي ومرة من حرمانه من تطوير أدواته وآلياته ومنتوجه الزراعي فيما تبقى له من أرض يتمسك بها ويقوم بفلاحتها وزراعتها على مدار السنة. سياسة تمييز وقهر وحرمان تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية لتطفيش العربي من أرضه. شبه انقرضت الزراعة العربية بالوضع الموجود حالياً، لأنه ولا نوع مساعدات بأخذوا ولا إعانات ولا إرشادات. منيجي مثلا جابوا أول عام مشروع مية على البلد، مدوا مسارة واحد بجنب الطريق طول، واللي أرضه بعيد كيلومتر بده يوصلها على حسابه كيلومتر، وإذا انفصل النبريش على الطريق بده يدفع المية من جيبته، لأن الساعة بجنب الطريق حطينا الساعة جنب الطريق كليتها انسرقت. يعني ما فيش ولا أي شرط واحد يتمسك فيها إنه يزرع أرضه ويكون أمين عليها. الفلاح العربي هو ابن هذه الأرض، هو صاحبها الأصلي، صودرت منه وتحولت إلى قرى تعاونية شكلت حالة استيطان جديد في فلسطين. هو يراها من بعيد، يمنع منه دخولها، والأنكى أن الدعم الحكومي الإسرائيلي يذهب إلى القرى التعاونية اليهودية، بينما يبقى المزارع العربي غارقاً في مشكلاته ومعوقاته. إذا بدنا نقارن الزراعة اليهودية مع الزراعة العربية، ما بظن إنه في هناك مجال للمقارنة. يعني في التوازن بين الميزان هو كبير كبير كبير. أول شيء الدعم المادي اللي موجود عند المزارع اليهودي هو يفوق بدرجات من الدعم المادي والمعنوي، وكمان التسهيلات اللي بأخذها المزارع اليهودي اللي عايش بالمشاف، بيكون عايش بمدينة بيجي بين يوم وليلة بيصير معاه آلاف الدنومات بس ازرع. في عنده مرجع، وحتى كمان قضية التأمينات والتعويضات عند المزارع العربي إذا صارت عنده آفة من الكوارث الطبيعية، ما في عنده مرجع. المرجع المادي من وراء هاي المهنة بطل مرجع اللي يفيد المزارع اللي يقدر يعتاش من وراء. هذا حال المزارع العربي، كان البائع وأصبح المشتري، كان صاحب المنتوج وأصبح المشتري للمنتوج. إسرائيل هي التي تتحكم بالسوق، فتسمح لمن تشاء وتمنع من تشاء، تحاول أن تخنق العربي بقصد جعله يتخلى عن هويته في الأرض والزراعة وعدم التفكير بها، لأنها ببساطة لا تغطي الحد الأدنى من احتياجاته المعيشية. هو عدم توفر الموارد الزراعية في الزراعة، وهذا نتيجة كمان للتفرقة العنصرية، أنا بسميها كمان تفرقة عنصرية، اللي قامت فيها السلطة الإسرائيلية خلال 60 سنة أو 62 سنة، اللي هي حرمت المزارع العربي من الموارد الزراعية اللي أساسها مياه الري، لأنه معروف عندنا هنا في البلاد إنه مياه الري تخصص من قبل السلطة أو الحكومة أو وزارة الزراعة للزراعة، فالمزارعين العرب ما حصلوش على مخصصات. بنقدر نقول حاليا انه من كمية المي المخصصة للزراعة في البلاد العرب لا يحصلوا، يعني اللي مع العرب او مخصصات المزارعين العرب لا تتعدى 2.5 او 2.5%، في الوقت اللي عندهم اراضي زراعية تقارب 20% من مجموع الاراضي الزراعية في الدولة.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد، وعدنا إلى ضيفنا لهذه الحلقة سيد عبد المنعم دراوش. أهلا بك من جديد. نعم، شاهدنا هذا التقرير الذي أعدته الزميلة زينب أمارة وتحدث طبعا عن وضع المزارعين بشكل عام. بودي الحديث معك بشكل خاص عن وضعك كمزارع عربي فلسطيني في الداخل. هل ترى فعلا أن وضع الزراعة العربية والمزارعين العرب فعلا صعب لهذه الدرجة التي وصفها المزارعون في التقرير؟ نعم، الوضع الزراعة في إسرائيل عامة صعب وللعرب أصعب. كيف؟ لأنه المزارع اليهودي عنده أم وأبو، للمزارع العربي يتيم. نعم. نعم. طيب، يعني مصادرة الأراضي إذا ما اعتبرناها هي جزء من الصعوبات اللي بيواجهوها المزارعين العرب، مصادرة الأراضي هي سياسة واضحة وهي سد يبدو واضح المعالم أمام أصحاب الأراضي والمزارعين العرب، ولكن فيما يتعلق بحصار المزارعين أو إنه هن أيتام زي ما أنت بتحكي، يعني كيف ممكن نترجمها؟ كيف الدولة أو السلطات المختصة بتحاصر المزارع العربي وبتعطيهوش الإمكانيات إنه يتطور أو يطور آلياته؟ نعم، المزارع العربي، المزارع العربي يعني اليوم خاصة اليوم، يعني إحنا خلينا نبعد عن بير السبع شوي، وبيظل المزارع العربي هون تخلص من خطر مصادرة الأراضي. يعني اليوم بطل في عنا مصادرة أراضي. ليه بالشمال قبل؟ لا ما في، تقريبا ما فيش عندنا. طيب. في عندنا اشياء بيعملوها للخرطة الهيكلية باخذوا مشان الخرطة الهيكلية، بدعوا انه هذا لمصلحتهم لتطوير القرية، يعني على هاي نسبيا ما لا مش هاي اللي بوجع. اللي المصادرة الكبيرة كانت سنة 48. طيب، شو هي المشاكل اللي بتواجهها انت كمزارع؟ اولا فيش المزارع العربي منسي منسي، او ثانيا فيش عندنا سياسة زراعية. يعني لا، يعني زي ما حكيت لك انه يعني المزارع لازم مفروض فيه لما انا ازرع زرعه لما اجي اصرفها الاقي لها سوق. هاي وحده، او اضمن ان يرجع لي الانتاجي، يرجع لي اللي حطيته. اليوم فيش عندنا هاي الموضوع. ثانيا، المزارع العربي في اسرائيل 90% من المزارع العربي زراعه بعليه. كيف يعني بعليه؟ يعني بدون ما فيش ري. بعض القرى اللي في عندها ري، بعض القرى، والمياه محدودة كمان. انت طيب بتعرف كيف انتو كمزارعين بتواجهوا هاي المشاكل؟ هل يعني في عندكم حلول أنا بديلة؟ انا بحكي اسا كابن كسال، ما بقدرش احكي عن ابن غير الكسال. فلذلك احنا كان عندنا الوضع الزراعة سيء جدا لغاية 2000. 2001 استطعنا انه بواسطة احد المرشدين الزراعيين اللي كان عندنا من البلد، كان يشتغل والدكتور فتحي عبد الهادي، عن طريقه استطعنا ناخذ مية زراعية. اليوم وضع في كسال الزراعة يعني جيد نسبيا. خلينا نقول جيد نسبيا. ليه؟ لأنه في عنا ري. في عنا ري، على الأقل ما تشوفش الزرعة تبعتك بتموت قدام عينك. طيب، علاقتكم مع السلطات الإسرائيلية المختصة في كل ما يتعلق بالزراعة، هل هي علاقة فردية أم أنه أحياناً ممكن يكون في أشخاص بمثل وكأنه قطاع معين لنفرض من المزارعين؟ إحنا في عنا مكتب منطقي، منطق بالمنطق، ما إحنا بنروح على المنطقة عن طريق المكتب من نأخذ الخدمات اللي بيقدر يعطينا إياها المكتب. يعني أنا بدناش إحنا نحط وكأنه كل المصائب على إسرائيل. لا، احنا كمان احنا المزارعين العرب نتحمل جزء كبير 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 جدا من هاي المسؤوليه. ليش برايك؟ يعني اما انا جايك بالحديث، احنا سنه الثمان سنه اللي كان عندنا من يوم ما قامت دوله اسرائيل لحد 88 كان في عندنا مكتب زراعه في الناصره. وكان يعني يضم تحت جناحيه حوالي 80 قريه. من صفد لمنطقه عكا لمنطقه بسان لكل منطقة مرج بن عامر، كلياته كنا نروح عنده. سنة 88 أجانا كان وزير الزراعة رفول أتان، ورفول أتان معروف بحبه الشديد للعرب والمزارعين العرب. شديد. فقرر إنه يسكره. وزي ما تقولي انضربت قلب اللي بهالمكتب، راح إشي قسم على عكا، وقسم راح على صفد، وقسم راح على بسان، وقسم راح على خذيرة. وبهيك بطل في عنا لا ام ولا ابو. بالاول كان عندنا مكتب، نروح للمكتب نشكي همنا، نطالب نعيش، وكان يساعدنا
كنا نحصل على في هذا الوقت على قروض، كنا نحصل كانت في مرشدين يجون. اليوم الإرشاد مصاري اليوم إذا أنا بدي بدي مرشد يجي يشوف لي زرعتي أو يشوف شجراتي أو يشوف لي زيتوناتي أو يشوف كذا لازم أدفع له. ولما أنت بتعرف الزراعة شو هي اليوم، الزراعة همها مش جايبته، إذا زبط الموسم بيزبطش السعر، إذا زبط السعر بيزبطش الموسم، وهذا المجرى ما فيش عندنا إشي يعني. نعم، ولكن في الوقت الحاضر يعني هذا المكتب تسكر، في الوقت الحاضر في مؤسسات عربية فلسطينية في الداخل مثل حواكير أو غيرها تنشط هنا وهناك، هل تتعاونون هاي جمعية؟ نعم، أنا عضو في الجمعية، أنا عضو في جمعية الحواكير، وكنت قبلها عضو في جمعية الأهالي، وأنا من المؤسسين تبع جمعة الحواكير والأهالي، نتعاون. لكن هاي جمعية شحادة يعني بتشحد، ما في عندها صندوق اللي تقدر تعطي الناس، شو تقدر تعمل؟ بتشجع الفلاح إنه يعمل تجارب، تيجي بتدفع له شغلات يعمل تجارب يتطور ويصير، هاي في إمكاني. أما هاي الجمعية لا يمكن تكون بديلة عن عن, عن 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 وزارة الزراعة. صحيح، أشكرك إلى هنا سيد عبد المنعم دراوشي على هذه المشاركة ويعطيك العافية. ونحن مشاهدينا الكرام ننتقل في هذه المرحلة إلى قضية أخرى، إلى ظاهرة الهجرة إلى حيفا وانتقال شريحة كبيرة من الشباب والطلاب الجامعيين العرب من القرى المجاورة إلى حيفا. لما وكيف؟ ما هي آفاقهم وما هي طبيعة حياتهم؟ تقرير الزميلة ربا حمدان. أجيت على حيفا قبل حوالي 10 سنين، أجيت أتعلم فلسفة وتاريخ عام. أجيت تعلمت هنا فترة وكملت أشتغل بعدة شغلات. أول إشي بلشت كمان بالمطاعم لأنه عشان كنت لازم أمون مصروفي وتعليمي، وكنا نروح مرة واحدة بالأسبوع، بعدين بصير كل أسبوعين، بعدين كل شهر، هيك بتصير تسلسل الأحداث. وبالبداية بتكون صعبة جداً يعني أنك بعدك أنت عايش بأجواء القرية بس تتعلمي بجامعة حيفا. من جهة تانية جو المدينة لكيف أنا بفكر بيعطيني كتير مثلاً حلول، بيعطيني كتير وقت كتير مثلاً، مع أنه كلياتنا بنعرف أنه القرآن العربية على الساعة 8 للأسف تكون يعني مسكرة، فيش عندنا مثلاً محلات نروح نسهر فيها، يروح يحضر مسرح، يروح يشوف سينما. وحيفا فيها هاي الحضارة العربية نوعاً ما، وهذا الحلو بحيفا. حيفا مدينة تجمع فلسطينيي الداخل من شتى القرى والمدن العربية المجاورة، يأتون إليها ويسكنون فيها، وهي تضمهم تحت سقف واحد تمنحهم مساحة من الحركة التعددية والتنوع، بالإضافة إلى فرص للعمل والدراسة ربما يفتقدونها في بلداتهم الأصلية. الرملة رغم أنها مدينة يعني وتعتبر مدينة، بس الحياة الاجتماعية هناك كتير تقليدية يعني، وبتعرفي بتتمركز بمجالات معينة يعني، وما بتلاقيش أحياناً المجال المتاح يعني لإلك بحيفا مثلاً اللي تختلطي فيه مع ناس مختلفين، مع ناس ممكن نفس مجال نوعية تفكيرك يعني، وممكن كمان إشي مختلف يعني. هون بتشوفي نوعيات ناس كتير مختلفة، مش مجال المقارنة يعني مثلاً بين الرملة وبين حيفا يعني، بتقدريش تيجي تحطي هاي بكفة وهاي بكفة وتقولي أني بالميزان أني يعني أحسن أني أعلى، لأنه كتير مختلفات ومن كتير نواحي. بحيفا تتواجد كل المجالات اللي ممكن أنت تحب إنك تنفتح لها، من ناحية مجالات فنية، مجالات سياسية، ثقافية. تواجد الجمعيات العربية متمركز كلياته بحيفا، وكمان الحياة الاجتماعية بحيفا مختلفة نوعا ما يعني من أي مكان تاني بالبلاد. عندنا بتكوني عايشة بطريقة معينة مثلا بالرملة اللي فيها روتين محدد يعني، محدد لك كمان من غير ما أنت تختاريه. فهون بتيجي في كتير شغلات بتكسر الروتين، بتخليك تشوفي شغلات كتير بنظرة تانية، بشغلات اللي أنت بتتعرفي عليها من جديد. انتقالي لحيفا يعني ما بقدر أقول عنه هروب، وإنما هو أول إشي تغيير، وثاني إشي فتحت لحالي بواب اللي كانت مسكرة من قبل، وفي كمان أبواب اللي ما كنتش أعلم بوجودها يعني. الرملة مثلا أنا بحبها كبلد، بحبها كتير، ربيت فيها، حياتي كلياتها كانت فيها،
والغريب اللي بالموضوع قديش أنا بحب حيفا وبشعرش بالغربة بحيفا، لأنه الناس اللي بتتعرف عليهم المحيطين هنا موجودين بنفس الوضع اللي أنت موجودة فيه، إنه أنت طلعتي من بلدك جيتي هون عشان تطوري حياتك وتطوري حالك، فبتلاقي النقطة هاي اللي مشتركة بين الكل بتجمعهم. الرملة والليد بطلت تعطيني الأشياء اللي أنا بحاجة لإلها من كل النواحي، فقلت بدي أطلع على الشمال لعدة أسباب. واحد، في خضار وفي مناطق جغرافية اللي هي حلوة. أنا اليوم بعمل دكتوراه، بدي محل اللي يعطيني المساحة اللي أكبر فيها، يعطيني الإمكانية والحرية والاستقلالية إنه أقدر أعمل كل هاي الشغلات اللي بقدرش أعملها بالرملة اللي راح يطلع علي. يعني ليش بدك تتعلمي؟ بكفيك لقب أول، تجوزي، هيك أخريتك بالمطبخ. بالبداية لما جيت على حيفا كتير شفت هاي الفجوات والاختلافات وانبسطت عليها، بس بعدين لما تتعرفي على حيفا عن جد بشكل اللي هو عميق أكتر، وفي إشي بيشبه الرملة، يعني إنه التحرر مش بالضبط متحرر. حيفا تذكر هؤلاء الشباب والصبايا بالفروقات الواردة ما بين حياة المدينة والقرية، ورغم هذه الفروقات تبقى حيفا باعتقاد الباحثين عن أحلامهم وأهدافهم قرية صغيرة، وهم للحرية المنقوصة أصلاً، مع شيء من الحداثة والتفاؤل. ولكن في الوقت نفسه هناك حالة بلبلة قد توحي بالضياع. فمن صفي بالآخر إنه في إشي بيشبه مع إمكانيات ممكن تكون شوي أحسن. بشوف حالي كتير بعيد مش بحيفا، بس الشكر بيكون لوجودي هون اللي خلاني أوصل الإشي اللي أنا حالي أوصل له. مش شايف حالي وين بعد 10 سنين، ممكن فلسطين ضالل أكيد، أما مش عارف. لم يجب سمير عن سؤال المستقبل، وقد لا يجيب كثيرون عنه، إلا أن حيفا تظل محطة إلزامية تعبرها مجموعة كبيرة من الشباب الفلسطيني، أولئك الذين شكلوا فعلياً الحراك الثقافي والاجتماعي والسياسي في هذه المدينة المختلطة. ونحن إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج عبر الخط الأخضر. رافقتكم أسماء عزايزي، أراكم الأسبوع القادم في نفس الموعد. إلى اللقاء.